ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مرشحة وشاملة ومتوقعة لمادة الرياضيات امتحان الوزاري 2023. عندنا بالبداية أول سؤال: حل النظام بأي طريقة تختارها، يعني يقصد أي طريقة، يا أما بالتعويض يا أما بالحذف. المعادلة هي 3x على 4 ناقص y على 2 يساوي لنا 4، والمعادلة الثانية y على 2 ناقص x على 4 يساوي لنا 2. فرع b: بسط المقدار الآتي، بين قوسين جذر 18 ناقص جذر 8، قوس الثاني تحت الجذر التكعيبي سالب 27 على 125. السؤال الثاني: أجب عن فرعين من ما يأتي، اكتب الحد الثالث عشر من المتتابعة الحسابية، المتتابعة تبدي سالب 4 4 12. ب: عددان حاصل ضربهما 54، أحدهما يزيد عن الآخر بمقدار 3، فما العددان؟ ، جد الحد المفقود لتصبح الحدودية مربع كامل ثم حلله، 16 واي تربيع زائد 40 واي زائد نقاط. ثالثا: ليكن F 2 3 5 إلى N، و F X هي تساوي لنا 3 X ناقص 1، وإن G N إلى N، وإن G X يساوي لنا X زائد 1. جد G تركيب تطبيقي لل F. باء فرع B: ما قيمة الثابت K الذي تجعل جذري المعادلة y تربيع ناقص افتح قوس k زائد 10 y زائد 16 يساوي لنا 0؟ اجب عن فرعين من ما ياتي، اي هل المقدار التالي يمثل مربع كامل ثم حلله، 4 ناقص 37 v زائد 9 v تربيع. ب: حل المعادله، اختر واحد من الحل، يعني x تربيع ناقص 13 على 16 يساوي لنا 3 على 16. ثانيه: y زائد 7 كل تربيع ناقص 81 يساوي لنا 0. اكتب المقدار الآتي بأبسط صورة: 1 ناقص z تكعيب على 1 زائد z زائد z تربيع تقسيم 1 على z كل تربيع على 1 ناقص z تربيع. السؤال الخامس يقول: هل يمكن للنقاط أن تشكل مثلث 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر تحت الجذر 3 سنتيمتر؟ جد ناتج ضرب واختر واحد. اولا: 1 على 3 ناقص x بين قوس، والقوس الثاني 1 على 9 زائد 1 على 3 x زائد x تربيع. الثاني افتح قوس 3 ناقص 2 z 6 القوس، افتح قوس 3 زائد 2 z. السؤال السادس: اجب عن فرعين، حل المتباينة ومثل مجموعة الحل على خط الاعداد. المتباينة 3 زد زائد 9 أصغر من 30، و 3 زد زائد 9 أكبر من 16. خالي كلمة و، تبقى خالي كلمة و مو أو. حل الاثنين: أولا 20 واي تكعيب ناقص 4 واي تربيع زائد 3 ناقص 15 واي. ثانيا: زد أس 4 ناقص زد 3 22 زائد 3 زد ناقص 4 زد تربيع. C: سجادة طويلة يزيد على عرضها، يزيد طولها على عرضها بمقدار 2 متر ومساحتها 48 متر، ما أبعاد السجادة؟ النسخة الثانية: حل النظام بطريقة التعويض، X ناقص 2Y يساوي لنا 11، و2X ناقص 3Y يساوي لنا 18. فرع B: بسط المقدار التالي، سالب 125 تحت بين قوسين أس 1 على 3، أفتح قوس 1 على 10 تحت الجذر 3 ناقص 1 على 4 تحت الجذر 12. السؤال الثاني: أجب عن فرعين، أكتب، أي أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة UN تساوي لنا ناقص 1 للأس N. ثانيا: UN تساوي لنا 1 على N زائد 1، ويو ان يساوي لنا 2 ان ناقص 5.
يعني هاي ثلاث متتابعات. فرع ب، ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35؟ س، جد الحد المفقود لتصبح الحدودية مربع كامل ثم حلله. اكس تربيع زائد نقاط زائد 1/8. السؤال الثالث فرع عي، يقول إذا كانت اف اكس تساوي لنا 2x + 1، وكانت جي من ان الى ان حيث جي اكس يساوي لنا اكس تربيع، جد جي بعد اف للثلاثة واف بعد جي للثلاثة، وماذا تلاحظ؟ ثانيا، جد قيمة اكس إذا كانت اف بعد جي للاكس يساوي لنا 33. ب، حدد جذري المعادلة أولا ومجموعة الحل إذا كان ممكنا. 2x تربيع زائد 3x ناقص 2 يساوي لنا 0. أجب عن فرعين من ما يأتي. أولا، حل المتباينة ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد. 2b زائد 1 على 3 أصغر من 1 على 3 أو 2b زائد 1 على 3 أكبر من 5 على 3. ب، حل المعادلة الآتية، افتح قوس x ناقص 3 x زائد 2 بين قوسين و x زائد 2 بين قوسين يساوي لنا 14. c، اكتب المقدار الآتي بأبسط صورة، 7x ناقص 14 على x تربيع ناقص 4 زائد 5 على x زائد 2. سؤال الخامس، اكتب الحدود بين يو 8 ويو 12 لمتتابعة حسابية حدها الثالث 9 وأساسها سالب 3. b، جد ناتج ضرب المقدار التالي، اولا افتح قوس 2b زائد 5 b تربيع ناقص 10b زائد 25 و y ناقص 5 الكل تكعيب. السؤال السادس، حل المتباينة ومثل مجموعة الحل على خط الاعداد. 5t ناقص 15 تحت المطلق اكبر من الصفر. حلل المقادير الاتية، أولا 3 زد تكعيب ناقص تحت الجذر 18 زد زائد زد ناقص جذر 2. ثانيا، 1 على 2 بي تكعيب ناقص 4. ثلاثة، 7 واي تربيع ناقص 26 واي ناقص 8. وعندنا النسخة الأخيرة من الأسئلة المتوقعة. السؤال أول، اكتب المقدار الآتي بأبسط صورة، z تربيع زائد 7 z ناقص 8 على z ناقص 1 في z تربيع ناقص 4 z تربيع زائد 6 z ناقص 16. يقول إذا كانت f تطبيق من z إلى z حيث fx يساوي لنا 2x تربيع ناقص 3، بين نوع التطبيق مع ذكر الأزواج المرتبة. السؤال الثاني، حل النظام بطريقة الحذف. هي مو حل النظام، حل المعادلة. 3y ناقص 2x ناقص 7 يساوي لنا 0 وy زائد 3x زائد 5 يساوي 0. b، حل المتباينة ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد، مطلق 5 ناقص x أصغر من 10. أجب عن فرعين، بسط المقدار الآتي بأبسط تنسيب المقام وترتيب العمليات، تحت الجذر 21 على 2 جذر 3 ناقص جذر 7. b، جد الحد المفقود لتصبح الحدودية مربع كامل ثم حلل. 4x تربيع زائد 2 جذر x زائد نقاط. c، ما العدد الذي لو أضيف 4 أمثاله إلى مربعه كان الناتج 45؟ السؤال الرابع، أكتب الحدود الخمسة الأولى للمتتابعة حسابية حدها السابع 36 وأساسها 4. b، حل المعادلات التالية، z زائد 1 الكل تربيع ناقص 36 يساوي لنا 0، x ناقص 3 و x زائد 2 يساوي 14. سؤال خامس، ما قيمة الثابت k التي تجعل جذري المعادلة x تربيع ناقص k زائد 2 x زائد 36 يساوي 0 متساويين؟ b، مسبح طوله 5 x زائد 9 متر وعرضه x زائد 1 متر، محاط بممر 1 متر، جد مساحة المسبح مع الممر. السؤال السادس، جد قيمة x التي تجعل الحدود الثلاث الأولى متتابعة حسابية، 2x ثانيا x زائد 1 وراها 3x والنوبة زائد 11، جد مجموعة حل المعادلة 9x ناقص 14 على x ناقص 5 يساوي لنا x تربيع على x ناقص 5. c،
علل المقادير الآتية: أولاً، 5 تي تكعيب ناقص 15 تي تربيع ناقص 2 تي زائد 6. ثانياً، تحت الجذر 7 ناقص اتش الكل تربيع. ثلاثاً، 6 اكس تربيع ناقص 39 اكس زائد 60. شكراً جزيلاً لكم والسلام عليكم.